مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامج انت المسؤول، معكم الليله لبنى فوبز. موضوع اليوم من انت المسؤول غايه في التشاؤم بلغه الارقام، ومع احترام مقوله عدم دقه الاحصائيات العربيه، حركه الاصدار النشر الطباعه العربيه تكاد لا تظهر بالمقارنه مع حركه النشر في العالم. قيل قديما باننا امه لا تقرا، يبدو اننا اليوم وصلنا الى مرحله الامه التي لا تكتب، وبالتالي للأسف يعني لا تطبع ولا تنشر. لماذا نشتر العناوين نفسها لكتاب بأعينهم؟ مواضيع تكاد لا تحيد، تارة عن السياسة وأيضا عن الدين. أين مسؤولية الناشر العربي في إيجاد حراك ثقافي يدعم الإبداع الفكري ويطور من هذه الصناعة الحيوية والضرورية للمجتمع العربي كما لأي مجتمع حول العالم؟ هل صناعة النشر في العالم العربي هم وقضية، أم أنها تجارة تخضع لمنطق السوق، لمنطق العرض والطلب؟ أين الكتاب والكتاب؟ أين الثقافة، المعرفة، القارئ من كل هذا الجدل؟ وما الذي يريده الناشر العربي اليوم منا نحن القراء ومن الحكومات لكي نسهل عملهم ونحثهم على نشر كتب حقيقية فيها ما يدفعنا نحو النور، بدلا من كتب الأبراج وحظك اليوم وغيرها من الكتب الأكثر مبيعا في معارض الكتب في المنطقة؟ قلت لكم في البداية إنها حلقة متشعبة للغاية. يجيبنا على كل هذه الأسئلة ضيفنا اليوم في الاستوديو الأستاذ حكمة الزين، وهو كاتب ومؤسس دار نشر كلمات جروب انترناشنال. مساء الخير، أهلا بك أستاذ حكمة. مساء الخير، أهلا بك. ما رأيك أستاذ حكمة، هل قطاع النشر اليوم يشهد فعلا انتعاشة حقيقية؟ هل من حيث الأرقام نحن نتحدث عن تحول وعن مرحلة انتقالية كما قال السيد فريد؟ أنا لا أعرف بالضبط يعني حقيقة إذا كان القطاع يشهد هذا التحول أم لا، خصوصا عندما نتحدث هو ليس بقطاع، على كل حال هو مجموعة قطاعات متداخلة، صناعة يعني وصف صناعة قد يكون أكثر دقة، لأنه النشر الآن متشعب وله وجوه كثيرة، منها الإلكتروني ومنها المكتوب ومنها غيره حتى. فلا أعرف، أنا ما أعرفه أقله، وبالأرقام التي نشرت مؤخرا يعني الصورة نوعا ما سوداوية، وقد بدأ هذا المرض يعني بهذا القطاع بالظهور أكثر فأكثر في ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأ دور النشر في العواصم الكبرى للنشر يعني بيروت، القاهرة وغيرهما، بالحديث عن تعب، عن إنهاك، عن تراجع في المبيعات كبير. طبعا أنا أتحدث هنا فيما يتعلق بدور النشر التي تتعاطى مباشرة مع القراء يعني بحسب حركة السوق، لا أتحدث عن الكتاب التربوي الذي يتبع سياسات بمؤسسات ربما سياسات تربوية إلى آخره، أو حتى بالمؤسسات الحكومية التي تقوم بدعم بعض المنشورات يعني. هذا جزء آخر متشعب من الموضوع. استاذ حكمة، عندما تحدث عن نظرة سوداوية لصناعة الطباعة والنشر، هل نتحدث عنها من حيث الأرقام، من حيث يعني الأرباح والخسارة، أم من حيث أيضا المضمون، من حيث التيارات الفكرية التي هي تشمل كل هذه يعني الجوانب؟ ما أعتقده يعني أنا في مجال النشر التجاري مثلا، لنأخذ مثلين يعني بعيدين، نتحدث عن الكتاب الثقافي مثلا، ليس كتاب الأطفال، نتحدث عن الكتاب الثقافي ومجال النشر التجاري، نشر المجلات. للأسف في المنطقة وعلى مدى 30 عاما تقريبا، كل الناشرين للمجلات التجارية لا يتكلون في إحصائياتهم على عدد القراء، يتكلون على علاقاتهم بالمؤسسات الإعلانية، وبالتالي انعكس ذلك على مستوى المجلات المنشورة. يعني المجلة أصبحت تلحق المعلن ماذا يريد وليس القارئ. بالضبط، هذا واحد. هذا ما يعني يدل على تغييب وغياب بنفس الوقت للقارئ الجاد أو الباحث عن المجلات الجدية. في مجال المجلات الكتب الثقافية لابد من المقارنة، وهنا يعني آسف يعني مجموع الاستهلاك بحسب مجموع استهلاك الكتب في العالم العربي بحسب تقارير الأمم المتحدة تشير إلى نسبة 0.7% من مجمل الكتب المنشورة عالميا، هذا على المستوى السنوي يعني سنويا.
وبالتالي 0.7% ل 325 مليون نسمة. يعني الرقم لا يوحي بالثقة. هلا الآن قد يكون الجانب الإيجابي الذي تفضل به الأستاذ يتصل بالقراء وليس بالقطاع كصناعة، يعني كصناعة كما تفضلنا سابقا، وهو يعكس نفسه في المجال الإلكتروني عادة. يعني في المجال الإلكتروني نشرة مثل نشرة الجزيرة الإلكترونية تستقطب حوالي 45 مليون قارئ. هذا رقم لا بأس به طبعا، لن أقارنه هنا بالبورت. على كل حال أستاذ حكمة، نحن سنفرد يعني حيز من هذه الحلقة للحديث عن، إذا آن الأوان للحديث عن منافسة ما بين القطاع يعني أو صناعة الطباعة والنشر كمنشور كورق والطباعة أو الكتاب الإلكتروني صادف في أي مجتمع. أستاذ حكمة، أنا أريد أن أسألك، الأستاذ فريد أشار إلى أنه معني إنه إذا كان هنالك يعني ربما لغة غير متمكنة من حيث اللغة العربية، إذا لم يكن هنالك مضمون كافي، على الأقل لنتمسك في هذه المرحلة بهذا الكم من الكتابات وبدخول الشباب. أنا أريد أن أسألك، هل اليوم هنالك غربة بين الشباب العربي وبين ما يكتب؟ لأن البعض يقول إنه ربما نحن نغرق في الاهتمام بالمضمون على حساب الشكل، نحن لا نهتم لا بالغلاف ولا بكيفية يعني وضع ربما صور مرافقة للكتاب، يعني ليس هنالك كتاب عربي جذاب اليوم للقراءة. صحيح. أول شيء اسمحي لي أن أحيي هذه الإيجابية والليبرالية أيضا بالتعاطي مع الموضوع. أنا سررت جدا عندما سمعت أنه الأستاذ الكريم لا يريد تقييم، يعني إعطاء حكم قيمي على الكتابات الجديدة، يعني هذا يشجع وهذه بادرة جيدة ومتفهمة لحركة الأجيال، لأن هناك أنماط وتنميط إجمالا لدى المثقفين العرب، القراء الذين هم عادة يعني الطبقة الشرائية الكبرى في العالم العربي، ولديهم صور نمطية لماهية الثقافة وماهية الكتب وطريقة الكتابة. فأنا بهذا الجانب أتشارك معه بالتأكيد، والأرقام التي تحدث عنها إذا كان هناك من يعني من هذه الشريحة من كتاب يبيعون حوالي 30 إلى 50 ألف نسمة، أمر مبشر للغاية. ممتاز. هذا أمر ممتاز، لأنه أنا على حد علمي وحسب ما أعلم عادة خصوصا لدى الكتاب الجدد يعني معدلات النشر تكون بين 3000 و5000 عموما. طبعا لا اتحدث عن ربما لهذا من الجيد ان نستعرض تجارب من دول ومدن عربيه مختلفه، لاننا سنستعرض يعني الموضوع. هناك حالات استثنائيه في القراءه. الجزائر، يعني انا لا اريد ان ادخل بمثل الجزائر يعني خاصه في هذا الوقت، بمعنى اني اتدخل بين الحساسيه المصريه والجزائريه تحديدا. الاستاذ فريد، انا اؤكد لك بعيد عن هذه الحساسيه. طبعا طبعا، لانني لمست هذا. لكن في الجزائر هناك يبدو حاله استثنائيه. انا اعرف واحده من جرائدهم الكبرى، يعني اليوميه توزع حوالي 500 الف نسخه. هذه ارقام ايضا تبشر بخير. لكن هذه يعني انا عندما بدات الحديث كنت اتحدث عن حال الصناعه عموما، ولا أتحدث عن استثناءات. وطبعا يجب أن نشيد بهذه الإيجابية لأننا بحاجة إليها. يعني ولكن في الحكمة، ماذا عن الشكل؟ يعني الأستاذ فريد تجاوز موضوع المضمون وقال أنه من حيث الأحجام الأرقام مبشرة. صحيح. ماذا عن الشكل باختصار، لأن يجب أن نطلع إلى فاصل. بس باختصار، يعني الصناعة ككل قد تكون مريضة، لكن قد يكون هناك في حالات يعني مبشرة بالخير. هذه ظاهرة موجودة في بعض الأمكنة. يمكن الحديث عن أشياء، يعني عن طريقة تمويل أخرى للكتب نشأت في الخليج العربي، ممكن إشارة إليها. لكن بالعودة إلى موضوع الكتاب، طبعا هناك مسؤولية على دور النشر. يعني جزء أزمة الكتاب هي جزء من أزمة عامة تطاول المنطقة عموما، وتطاول الفرد بثقافته بتركيبته، إن كان ناشرا أو إن كان قارئا أو إن كان يعني حتى تشاتر على الإنترنت. طبعا مستوى يعني نحن مضطرون للمقارنة، يعني مستوى الإبداع الفني هذا بالشكل من الجماليات الأغلفة، يعني طريقة الطباعة، طبعا هناك أزمة عميقة في الكتاب العربي. هذا أيضا لا يلغي بتاتا محاولات البعض التحديث من حيث الناحية الإبداعية يعني للكتاب. وهناك أيضا انعكاس آخر على مستوى الكتابة ممكن التحدث عنه، باعتبار أن بدون أن نتدخل في طبعا التقييم القيم، باعتبار أن الطبقة التي تقيم هذه الكتابات، يعني الناس التي تعطي الجوائز،
رواد المقاهي من بقايا يسار الستينات، يعني إذا بدك تكون بالتعميم السياسي والاجتماعي يكون يعني يكون عم وصف توصيفا دقيقا. هؤلاء لا يستنجدون الطبقة الوسطى الصاعدة المتأثرة بعوامل ثقافية مختلفة جديدة، لا يخاطبون لغة الجيل الجديد ربما ورغباته وحاجاته، هؤلاء لا يخاطبونه، وهؤلاء قراء، هؤلاء قدرة شرائية شئنا ما بينا، وهناك قدرة شرائية أخرى لدى الإسلاميين أيضا، وهم قدرة شرائية كبيرة أيضا، ولا يستنزجون أيضا هذه الأنواع من الكتابة. فالتفاوت هنا يعني هناك ربما لنصفه نضج في الكتابة بارتباط هذه الأدبيات بالأدبيات الكونية، وهناك في نفس الوقت قد يكون عدم نضج أو عدم توازن لهذا النضج في الكتابة في العالم العربي. أنا ذكرت في بداية هذه الحلقة من أنت المسؤول بأنه موضوع ليلى متشعب، يبدو أنه ليس متشعب من حيث الأسئلة التي أريد أن أطرحها، متشعب أيضا من حيث خلفياته الثقافية والاجتماعية صحيح. والدينية والتاريخية والسياسية. سنناقش كل هذه الأمور بعد العودة من الفاصل.